الأخباري. هذا الصرح الصحفي العملاق تأسس عام 52 بفضل رائدي الصحافة المصرية مصطفى أمين وعلي أمين. كانت الانطلاقة قوية واحتلت الأخبار المسائي موقعا متميزا وسط الكبار، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. منذ صدور العدد الأول والأخبار المسائي حريصة على تقديم الخبر الصادق والتحقيق المتميز والمختلف، علاوة على الانفرادات والسبق الصحفي في كثير من الموضوعات. أنا دوري إن هم يكرموني، ودوري إن أنا إن شاء الله هنغني أغنيتين في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. جداد نفسي ومنى عيني، هم مش جداد يعني، تصوروا من سنتين. نفسي ومنى عيني، كلمات الشاعر الراحل صلاح جلال ولحني توزيع محمد يسري، واللهم صلي كلماتي ولحني وتوزيع. أنا فرحانة جدا لأن الاحتفالية جاية من مؤسسة كبيرة وعريقة زي أخبار اليوم، لأن إحنا بنبقى فخورين جدا بالكلمة المقروءة والقراءة، وإن دي يعني هي دي الأرشيف الحقيقي للفنان وللسياسة وللمجتمع والمصر المحروسة. يعني إحنا لما بنقول عندنا الأهرام، عندنا الأخبار، عندنا المسا، عندنا أهرام أخبار جمهورية. فطبعا أنا بفرح جدا فلما تبقى مؤسسة يعني عريقة ومرموقة وكل أصحاب الفكر وأصحاب الأقلام والناس المسؤولين بيهتموا جدا بالشهيد وأسرة الشهيد ويعملوا احتفالية، بيهتموا جدا بالأعمال الدينية والأعمال التاريخية، وإحنا مقلين طبعا فيها يعني في ندرة. فدي كلها يعني أسعدتني وأبهجتني، زائد بقى أنهم كمان يكرموني، فده يعني زادت الفرحة والبهجة عندي قوي قوي قوي. طبعا أنا سعيد بهذه الاحتفالية، وهي يعني عادة سنوية لدار أخبار اليوم، هذه الدار العريقة المحترمة اللي بتشرفنا في عالمنا المصري والعربي، وشيء جميل أن الواحد يكرم من أخبار اليوم، وأيضا في صحبة كوكبة ونخبة كبيرة من الفنانين والمبدعين في كل المجالات، وأيضا في صحبة بعض أسر شهدائنا الأبطال العظام. أكيد ده شيء بيسعدني وبيسعد أي فنان وبيسعد أي حد يبقى بيحضر هذه الاحتفالية، فكل شكري وتقديري وامتناني للقائمين على هذه الاحتفالية وعلى دار أخبار اليوم، على رأسها طبعا الصحفي الكبير الأستاذ ياسر رزق. إنها وأعمال مسرحية متعددة وصلت إلى 500 عمل، إنها إزيزة المسرح العربي، السيدة الفنانة الكبيرة سهير المرشدي. تقديم عن مجمل الأعمال الدينية والتاريخية التي قدمتها على مشوار حياتها تجاه الفن. الفنانة الكبيرة سهير المرشدي. وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ويتسلم درع تكريم نائبا عنه سيادة العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة. وتكريم وزارة الداخلية، يتسلم درع التكريم العقيد أشرف أبو المجد نائبا عن سيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. وتكريم للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. دكتور أشرف. الحقيقة في جميع مناسبات دار أخبار اليوم هو حاضر،
إن شاء الله بكرة ربنا يحيينا، رغم ارتباطه يعني بسفر وبالتزام رسمي، لأنه حرص إن شاء الله أنه موجود في احتفال بكرة أخبار اليوم مع وزارة التربية والتعليم بكرة مساء إن شاء الله. الحقيقة أنا حبيت في المناسبة ديت أن أهني دكتور أشرف صبحي على حفل خاص بقرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كانت حاجة محترمة جدا. طبعا احنا في مصر ما بيعجبناش حاجة، إنما الحقيقة إنه عجب العالم كله بغض النظر عن الناس اللي ما عجبهاش هذا الاحتفال، شايفينه يعني تريقوا كده على الفرقة المصرية اللي كانت موجودة. الحقيقة حاجة مشرفة ومحترمة، وإحنا شفنا الجهد اللي مبذول في الملاعب من غير ضجيج ومن غير أضواء زايدة الحقيقة في كل الملاعب المصرية. وشفنا معرفش إذا كان حد تابع الفيلم اللي خاص باستاد القاهرة، حاجة تانية خالص. إن شاء الله هنشوف بطولة محترمة بغض النظر عن النتيجة، مش لازم نكسب بطولة الأمم الأفريقية في مصر، إنما المهم إن إحنا نكسب الأفارقة في مصر ونكسب الروح الرياضية. إحنا كسبنا قبل كده 7 مرات، مش لازم نكسبها، إنما إن شاء الله هنكسبها بإذن الله، وهتكون هي مفتاح إن محمد صلاح بإذن الله ياخد للمرة الثالثة جائزة أفضل لاعب أفريقي. تكريم معلومة. طبعاً الشكر للقوات المسلحة ولوزارة الداخلية، يعني القوات المسلحة هي روح مصر الحقيقية. القوات المسلحة فيها مصر كلها، خلاصة مصر فيها مصر أبنائها من رفح لحد غرب العوينات، بقى من شرق العوينات، من السلوم لحد جبل علبة وحلايب، فيها الابن الغني وابن الفقير، فيها ابن بحري وابن إبلي وابن سينا وابن الواحات، فيها خلاصة مصر، شباب مصر. القوات المسلحة احنا بنبص حوالينا من الغرب للشرق، نشوف اخواتنا في الدول العربية بنتمنى لهم مستقبل أفضل، ونتمنى لهم إن هم يستفيدوا من التجارب اللي مرت بالمنطقة. بنتمنى لقواتها المسلحة الشقيقة في هذه الدول العربية أن تقتدي قواتنا المسلحة المصرية العظيمة التي حافظت على هوية مصر واستجابت لإرادة الشعب، ما زالت تحفظ أرض وأجواء ومياه وسواحل مصر، بتحفظ أمنها وفي نفس الوقت بتحفظ روح مصر وهويتها. بنحيي القوات المسلحة. بنحيي مش هقول وزارة الداخلية، الحقيقة بنحيي الشرطة المصرية الوطنية. الشرطة المصرية مش هي بس المباحث الجنائية أو الأمن السياسي. الشرطة المصرية هي اللي بتخلينا آمنين في بيوتنا. عندنا الحماية المدنية، واحد بيتخرج من كلية الشرطة علشان يروح يقتحم الحريق وعشان يشم الأدخنة وعشان يروح ينقذ أسر وينقذ مقدرات أسر وينقذ بيوتهم ومنازلهم وحياتهم وأطفالهم وكل شيء ليهم، وقد يلقى ربه. والحقيقة أنا بحيي الشرطة المصرية في كل شيء، حتى في يعني إحنا ساعات الناس لو تتخيل كده المرور اللي جاي النهاردة وشاف زحام المرور، شاف ان هو متضايق لمجرد ان وقف في إشارة وفي ناس واقفة بتوقف بال 12 ساعة لوقت واقفين في الشارع. هاي بنحيي الشرطة المصرية على تضحياتها وعلى جهودها وعلى مساندتها للكتلة الوطنية المصرية في أصعب الظروف. الشرطة المصرية لم تتأخون وكانت مع القوات المسلحة، واحنا بنتذكر كده ان ايد الفريق اول عبد الفتاح السيسي في ايد اللواء احمد جمال وزارة الداخلية، وكان اللواء محمد ابراهيم بعد كده، انما في الاول خالص قبل المبادرة اللي حصلت في القرية الاولمبية في الدفاع الجوي اللي دعا عليها الفريق اول عبد الفتاح السيسي، كان الاحتفال ده في عشيتها ومن يوميها كانت دي الشرارة الاولى للناس
لثورة 30 يونيو. أنا بحيي الشرطة المصرية وبشكر طبعا وزارة الأوقاف وصاحب الفضيلة الحقيقة ودور وزارة الأوقاف معانا طبعا فضيلة الشيخ جابر، وأنا بتمنى أنه ينقل تحياتنا وتحيات أسرة أخبار اليوم كلها لصاحب الفضيلة الدكتور مختار جمعة، وهو الحقيقة ليه جهد كبير جدا معانا في أشياء كثيرة، سواء من ناحية مساندة جريدة اللواء الإسلامي الحقيقة ودوره معانا، وإحنا بنتمنى له كل التوفيق، بنتمنى لوزارة الأوقاف كل التوفيق في دورها وبالذات في الدعوة في الحفاظ على الإسلام الوسطي اللي الأزهر الشريف هو عنوانه وهو رايته وهو منارته، وستظل كذلك بإذن الله. شكرا جزيلا.